بص يا دكتور، عشان انا ما اخدش من وقتك كتير، وزي ما بيقولوا خير الكلام ما قل ودل، انا جاي طالب القرب منك. القرب مني انا؟ في مين؟ انا بنتي الوحيدة متجوزة وعندها ولدين. طيب القرب في مين بالظبط يا محمود بيه؟ انا هقول لحضرتك. حضرتك عارف ان بعد وفاة ام الاولاد انا قررت ان انا مش هتجوز تاني، لكن بعد الحادثة اللي حصلت لمرحوم مدحت، وبعد جواز أحمد وأشرقت دلوقتي، لقيت نفسي إن أنا هبقى لوحدي. وبعد وفاة هانم ما قربت مني وأنا قربت منها، بصراحة لقيت نفسي مستريح لها ومتعلق بيها جدا. عشان كده أنا قررت إن أنا أطلب إيدها منك. وفاء وحضرتك؟ أنا عارف كويس إن كان ليها رأي فيها قبل وفاة المرحوم مدحت، بس اللي أنا عارفه كمان إنك أنت حاسس وهي كمان حاسة، وأنت متأكد وهي كمان متأكدة إن أنا فيها حاجات كتيرة أوي اتغيرت بعد الحادثة اللي حصلت للمرحوم مدحت. ده غير إن أحمد موافق ومرحب، خصوصا بعد ما اتكلمت معاه أشرقت في الموضوع. هو فعلا قال لي إنه مرحب وموافق على الموضوع اللي حضرتك هتيجي تكلمني فيه، من غير حتى ما يلمح لي ايه هو الموضوع. بس انا اعرفها محمود بين وفاء هانم ما بتفكرش في الجواز خالص دلوقتي. دكتور شوقي، وفاء هانم بعد وفاة المرحوم جوزها ادت رسالتها على خير وجه، وحضرتك شايف اهو احمد ولميس خلاص كبروا، وادي احمد هيرتبط باشرقه دلوقتي هيستقلوا بحياته، ولميس آجلا أم عاجلا الحقيقة كمان هتتجوز وهتستقل بحياتها. فالحقيقة أنا فكرت، بما إن وفاء هانم عايشة لوحدها وأنا كمان عايش لوحدي، ليه ما نلمش الشمل؟ وخصوصا إن إحنا هنبقى نسايب قريب. وبصراحة بقى أنا متعلق بيها جدا. والله ما أنا عارف أقول لك إيه يا محمود بيه. ده أنا حتى مش عارف فاتحها في الموضوع ازاي. وحضرتك بتفتحها في الموضوع، اكد لها انه يسعدني ويشرفني ان انا ارتبط بيها، وانا باكد لك وباكد لها هي كمان ان انا هعمل المستحيل عشان اساعدها. الله يا بابا، ده هيبقى خبر الموسم، احلى خبر سمعته في حياتي. الله، كنت بتلمعي اوكر برضو؟ اعمل ايه بقى، ما انت عارف ان دي عايده وربنا ما يحرمك منها ولا مني. طيب قوليلي، ايه رايك؟ رايي في ايه بس؟ ده هيبقى زواج الموسم، هيبقى خبر جامد جدا، زواج رجل الاعمال والسياسي زائع الصيت والشهره الملياردير محمود عزت، وسيده الاعمال وزهره صفوه المجتمع المليارديره وفاء المصري. انا مش عايز رايك في اللي هيتكتب في الصحف والمجلات، أنا عايز رأيك أفاتحها إزاي في الموضوع، وهتوافق ولا مش هتوافق؟ أي واحدة عاقلة في مكانها لازم توافق، وبالثلث كمان. ده محمود عزت صاحب النفوذ والمليارات، وبعدين زي ما هو قال لحضرتك، هي خلاص خلصت رسالتها ووصلت أحمد ولميس لبر الأمان. وبعدين بدل ما هي عايشة لوحدها وهو عايش لوحده، ما يتلم الشمل. وأهم من كده، إن ولا هي عجزت ولا هو عجز، والراجل بعظمة لسانه قال لحضرتك إن هو مشدود لها. يعني الكلام ده بقى هو عين العقل، ولا إيه رأي حضرتك يا سي بابا؟ بصراحة مع إني بشك كتير قوي في سلامة قدراتك العقلية، إنما فعلا هو ده عين العقل. مقبولة منك يا سي بابا. الله، بس ده بينهم ما صنع الحداد، دي عمرها ما جابت اسمه على لسانها. دي وافقت على جواز احمد من بنته بالعافيه وبطوع الروح، بقى دي ممكن توافق على الجواز منه؟ طب ازاي؟ هو مش الراجل زي ما قال لحضرتك اتغير وبقى حاجه تانيه خالص؟ هو من الناحيه دي اتغير فعلا، تقريبا بقى انسان تاني خالص، بس ده ما يخليش اعداء امبارح يتجوزوا النهارده. دي تبقى معجزه محدش يتخيل انها ممكن تحصل. دي حاجه تمخل العقل فعلا. ولا تحير بالك ولا تمخل عقلك، وبكره لما تقابلها قول لها.
ويمكن المعجزة تحصل وتوافق. لا لا, لا ما يتهيأليش انها توافق. وانا بس بفكر في شكلي هيبقى ايه قدام الراجل وانا بعتذر له واقول له انها رفضت. طب ممكن بقى نسيبنا من التفكير في الموضوع ده وتقول لي هنعمل ايه مع مصطفى؟ مصطفى مين؟ ولسه برضه مقموص واخد جنب ما بيردش على تليفوناتكم ولا بيتصل بيكم لسه. طيب اخلص انا بس من الموال الجديد ده اللي قلب دماغي واتفرغ لك. طب ويعني منتظر ان حضرتك تخلص من الموال ده على امتى؟ والله ما انا عارف يا بنتي. اسمعي انا هروح لوفاء واجيب لها الموضوع على بلاطه وهو نبقى قطعنا عرق وصيحنا دم وخلصنا.